السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح أكواد إلغاء المكالمات المتحولة. لو أنا عامل تحويل للمكالمات، هنشرح النهاردة إن شاء الله أكواد إلغاء المكالمات في خط أمنية الأردن. أول كود معانا هو إلغاء تفعيل انشغال الخط. لو أنا خطي مشغول وكنت عامل الإلغاء يعني تحويل للمكالمة في حالة انشغال الخط عن طريق الاتصال بالكود ده 61 شباك 3 مرات، 61 شباك 3 مرات. طيب لو انا عايز دلوقتي الغي كود عدم الرد 67 شباك 3 مرات، ده الغاء تفعيل عدم الرد. طب لو انا عايز الغي التفعيل اللي انا عامل تحويل المكالمات خارج التغطية، يبقى 62 شباك 3 مرات. طيب في كمان كود، انا لو انا عامل تحويل لجميع المكالمات، لو انا عامل الغاء يعني تحويل المكالمات لجميع المكالمات الواردة في خط أمنية الأردن، ممكن الغي جميع بقى جميع التحويلات اللي انا كنت عاملها السابقة عن طريق الاتصال بالكود ده شباك 002 شباك شباك. ده لإلغاء تفعيل جميع المكالمات الواردة، إلغاء تفعيل جميع المكالمات الواردة لو أنا كنت محولها في خط أمنية الأردن، شباك 002 شباك شباك. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.